السلام عليكم ورحمة الله. ألف ألف مبروك لطلاب الصفوف الغير المنتهية. وزارة التربية تقرر إضافة 5 درجات إضافية على نتائج الدور الأول لطلبة المراحل الغير المنتهية للعام الدراسي 2024. قررت وزارة التربية هيئة الرأي في جلستها الاستثنائية المنعقدة اليوم إضافة 5 درجات قرار جديدة على نتائج الدور الأول للعام الدراسي الحالي لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة المراحل المتوسطة والإعدادية للصفوف الغير المنتهية بما فيها الإعداديات المهنية بفروعها كافة ومعاهد الفنون الجميلة أسوة بمدارس التعليم العام. طبعا نقول لكم ألف ألف مبروك. وزارة التربية قررت إضافة أنطتكم 5 درجات أو قبل منك 5 درجات صارن 10 درجات للصفوف الغير المنتهية. من هم؟ الخامس الابتدائي والأول متوسط والثاني الخامس ابتدائي والأول متوسط والثاني متوسط والرابع إعدادي والخامس إعدادي. هذين يعني الأول متوسط والثاني متوسط والرابع إعدادي والخامس الإعدادي. هذول اعطتهم 5 درجات إضافية وقبل عدهم 5 درجات صارن 10 درجات. يقول بما فيها الإعداديات حتى المهنية بفروعها ومعاهد الفنون الجميلة.